السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل جوقت عزيزة. إليكم ملخص الحلقة السادسة، ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكيصلك كل جديد. أبو سهيل مهموم وخايف، عزمي يعترف فعليه. عزيزة بتروح لعند خليل للطالع عزمي، بعد تعرف أنه سرق بروح لعند أبو سهيل وبيعترف هو اللي بعت عزمي لأنه فقد عزيزي، وعزيزي بتتواصل للسامح. أبو محمد بيرجع أم محمد وصالحة معه، لأنه أم محمد حاطة شرطة بترجع لأبو محمد بس صالحة تطلع عروس من بيت أهلها معزز مكرمين. أبو محمد بيطلب من أم محمد تروح تعزم على عرس صالحة. عزيزي بتقابل طارق وبتقول بقلب محروق، وهي عم تبكي بسبب موعد عرسه وزواجه من صالحة. وبعد حديث طويل بتقول له مبروك على كسرة قلبي يا قلبي. بالأخير مسرح جديد مبني باسم عزيزي.